هل يجوز زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء يرى جمهور العلماء جوازها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولأن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يمرها بمغادرة القبر. ولما يروى عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. أما المانعون فقيل لها في ذلك قال: ألم يكن نبينا؟ قالت: نا، ثم رخص لنا في ذلك. أما الأحاديث المانعة فما بين منكر وموجه. الحديث المانع حديث فاطمة: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث منكر سندا، فسنده ضعيف، ومتنا فمتنه أيضا ضعيف. لو سوى بين زيارة القبر والشرك بالله. وأيضا فإن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. أما الحديث الآخر الذي استدلوا به: لعن الله زوارات القبور، ففي سنده رجل لا يقوى على تحمل هذا المتن. ومن العلماء من قال إنه منسوخ أيضا بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والله أعلم.